معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وضمان خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب ومؤسسة عبر منصة رقمية هو ما توفره الوكالة الوطنية للتشغيل. غير كملت قراية جيت سجلت، كنت مسجل على كل حال في لانب، بعد كملت ديت الماستر تاعي، زدت دخلت بلي عندي ماستر، شوفوا شوية عيطوا لي بليزير فوا ماشي خطرة ماشي زوج، على كل حال وجهوني بزاف مؤسسات. لا دنيير فوا سما شخصيا، انا شخصيا هذه الاخرى تاعي راني عندي عامين ملي خدام بعثوني ملانا في الدومان وقاعد. جيت الوكاله سجلت اونلاين على طريق السيت وسيط، وجيت هنا باش يفاليديو لي لو كونت ديالي. نقوم باجراء مقابلات مهنيه مع المستخدمين معرفه احتياجاتهم، ثم نقوم بتوجيه طالب العمل في اطار طلبات المؤسسات. عروض العمل عبر الوكالة فاقت 446 ألفا في القطاع الاقتصادي، لتبلغ مناصب التوظيف أكثر من 348 ألفا في القطاع نفسه، بالإضافة إلى مناصب أخرى في قطاعات حيوية. بالنسبة للاستراتيجية المعتمدة من طرف الدولة في مجال التشغيل، هو تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل، والتي تعتمد على مجموعة من المحاور، منها تثمين الموارد البشري، رقمنة وترقية الوساطة في سوق الشغل، وترقية العمل المأجور، وتنمية روح المقاولاتية. من هذه المبادئ الأساسية نستطيع أن نعزز قدرات المرفق العمومي للتشغيل. تشجيع إنشاء المؤسسات بمختلف أشكالها وإزالة العراقيل البيروقراطية استراتيجية ساهمت في مضاعفة فرص التشغيل بما يتماشى مع النمو الاقتصادي.